مرحبا اعزائي برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرانس باشن كل شخص جديد على القناه بتمنى يعمل سبسكرايب موضوع حلقتنا اليوم عن عطر رائع بالنسبه الي من اجمل العطور الموجوده عندي اللي فتره تركوا على جنب ما عم بحكي عنه ولا حتى عم بستعمله هالفتره حبيت ارجع له لانه صراحه عطر صار قليل وجوده غالي ما بدي اروحه كيف ما كان فاليومين هيك رجعت لبستو عم بعملكن عنو مراجعة العطر هو توم فورد جراي فيتيفر إصدار الأودو تواليت في منه إصدار أودو بارفان وفي إصدار البارفان ما بعرف شي عنن ولا مجربون ما عندي أي فكرة عنن أنا بحب الأودو تواليت هل نوع العطور فضل إصدارات الأودو تواليت أوكي <applause> هيدا العطر تم اصداره عام 2009 من نوع الودي سبايسي العطار هو هاري فيرمونت اسمه العطار وهيدي الفول برزنتيشن بلش سريعا بالعلبة بيجي لون ابيض مع مع حروف فضة توم فورد جراي اسم العطر اسم العطر فيه نجيل الهند بقلب اسم العطر مشان هيك حبيت وقتها اجرب هيدا العطر اودو تواليت سعة مية ملي هون بيجي المعلومات الباتش كود مطابق للزجاجة رح لكم رقم الباتش كود مع اصدار الفين عشر هيدا بالنسبة للعلبة الزجاجة هيدا الشكل نفس ستايل زجاجة البلاك اوركيد بس هيدا ازاز شفاف اوكي نفس التضليع مضلع هيك بهالشكل هون البلاك بال بالفضي غراي فتيفر وعطاء البلاستيك الانينه كواليتي فعلا هيدا السبراير سبراير رائع كمان والريحه من اجمل روايح اللي ممكن تشموها بحياتكم فعلا عطر رائع الاصدار الاودو بارفان بيجي الزجاج تبعه محجر اوكي واصدار البارفان بيجي سيلفر كله ما ازاز تيجي الزجاجة سيلفر بس ما تسألون عنه او تقولوا لي اي احسن عن ما بعرف شي عنه لا الاودو بارفان ولا البارفان بحكي بس عن الاودو تواليت اوكي أه مش معقول الريحة ريحة ريحة النظافة ريحة ال... ال... ما بعرف كيف بدي أوصفكم إياه عطر رائع عندنا بالافتتاحية الجريب فروت مع براعم آه زهر البرتقال والمريمية بالوسط عندنا جوزة الطيب وجذور السوسن وبالقاعدة عندنا نجيل الهند نوتات خشبية طحلب السنديان والعنبر يعني عطر في نجيل الهند وطحلب السنديان أكثر مكونات بحبها هن نجيل الهند وطحلب السنديان موجودين بهيدا العطر جد عطر جميل جدا كنت تركه نسيه قد ما سعره غالي كنت تركه يعني ما عم بقرب عليه ابدا عطر جميل جميل جدا فخم بيعكس الأناقة والرجولة عطر كلاسيكي مذكرني بعطر جيرلان فيتيفر هيك ببعض جوانبه مذكرني بعطر جيرلان فيتيفر بس هيدا عصري أكتر يعني بيمشي بأيامنا أكتر من جيرلان فيتيفر ريحة الفيتيفر مع طحلب السديان عطيته طابع هيك النظافة عفخامة فخامة بتحسوا الشخص اللي حاطه بذات الوقت هيك ريحته نظافة بس بذات الوقت بتحسوا انه شخص معه فلوس هيك شخص مسؤول شركة مدير مدير شركة هذا بيعطي هيدا الطابع قد ما العطر في فخامة صراحة الأداء جيد جدا ثبات عم بيعطيني من سبعة الى ساعات سبات ممتازين فواحين جميل جداً غير مزعج وبذات الوقت اكتر من يعني فوق الوسط الفواحين اول ساعة ونص لحدود ساعة ونص للساعتين بعدين بيبقى هيدا القطر بينبض عليكم يعطيكم هيك فواحين نفحات منه طيلة فترة وجوده مع كل حركة بتعملوها بفوح العطر بتشموا ريحة الأناقة والفخامة والنظافة من هيدا العطر الفصول ربيع وصيف وممكن استعماله بالخريف كمان وقت يكون التأس معتدل مناسب للعمل بالمكتب بس انت تكون مدير المكتب يعني مناسب للعمل بالمكتب لمدير المكتب يكون هو المدير وفي معه موظفين حواليه ممتاز ايضا للمناسبات واللباس الرسمي كمان لانه فخم وانيق والاطراءات جيد جدا بيترك انطباع ايجابي عنك بقولوا عنك شو هالشخصية بس تلبس هيدا العطر السعر مرتفع يعني حاليا ما عم بقدر الاقي عم فكر كنت جيب انه باك اب يعني زجاجة تانية خليها على جنب ما عم بقدر لاقي منه هذا العطر اول شي صعب صار وجوده تلاقوا بس الاودو بارفان والاودو تواليت صار ما عم بقدر لاقيه بشكل سهل واذا لقيته ما عم بيكون تحت ال 120 دولار مية دولار اقل شي ممكن تلاقوه فسعره غالي بس لمحبي الفاتيفر او خلطة الفاتيفر مع طحلب السنديان مع الحمضيات عطر رائع جداً كومفورت جرافيتيفر <applause> <applause> اكيد 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 بنصحكم فيه لمحبي العطور الكلاسيكيه ما تنسوا اعزائي تتابعوني تعملوا سبسكرايب <applause> ونشوفكم <applause> فيديوهات جديده